بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى من دعا بدعوته وسار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ويقول أيضا: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. أيها الأحباب، في هذا اللقاء المبارك وفي هذه الكلمة الطيبة نحدثكم عن موجبات الجنة، وهي الأعمال التي تدخل صاحبها جنة النعيم. أيها الأحباب، من موجبات دخول الجنة التلفظ بالشهادتين مع العمل بمقتضاهما. فعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، إلا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. رواه البخاري ومسلم. ومن موجبات دخول الجنة إحصاء أسماء الله الحسنى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. والإحصاء معناه الإيمان بها وحفظها والعمل بمقتضاها. ومن موجبات دخول الجنة قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي وصححه ابن حجر. ومن موجبات دخول الجنة قراءة سورة تبارك. فعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ومن موجبات دخول الجنة كذلك الصدقة. فعن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. رواه أحمد وصححه الألباني. ومن موجبات دخول الجنة كفالة اليتيم. فعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بإصبعه السبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. ومن موجبات دخول الجنة ترك سوء للناس شيئا. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود وصححه الألباني. ومن موجبات دخول الجنة حفظ اللسان والفرج عن المحارم. فعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، أي لسانه، وما بين رجليه، أي فرجه، أضمن له الجنة. رواه البخاري. ومن موجبات دخول الجنة الصبر على فقد الأحباب من الأولاد وغيرهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. أخرجه البخاري. والصفي هو الحبيب المصافي كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان. ومن موجبات دخول الجنة طاعة المرأة لزوجها. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها، أي زوجها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. أخرجه ابن حبان وصححه الألباني. ومن موجبات دخول الجنة المرأة تموت في النفاس. فعن راشد بن حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله عز وجل شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والبطن شهادة، والنفساء شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسررها إلى الجنة. أخرجه أحمد وحسنه الألباني. ومن موجبات دخول الجنة
البراءة من الكبر والغلول والدين. فعن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومن موجبات دخول الجنة صاحب السلطان المقسط، والرجل الرحيم رقيق القلب، والعفيف المتعفف ذو العيال. فعن عياض قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. أخرجه مسلم. ومن موجبات دخول الجنة رحمة الحيوان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة. رواه البخاري. ومن موجبات دخول الجنة إماطة الأذى عن الطريق. فعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. رواه مسلم. ومن موجبات دخول الجنة التجاوز عن المعسر. فعن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة، فقيل له: ما كنت تعمل؟ قال: إني كنت أبايع الناس، فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة، أي في النقد، فغفر له. رواه مسلم. قال النووي: والتجاوز والتجوز معناهما المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه نقص يسير. ومن موجبات دخول الجنة من سأل الله الجنة ثلاثا واستجار من النار ثلاثا. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. رواه الترمذي وصححه الألباني. وهناك أسباب أخرى للنجاة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، ومنها الوضوء بعد الحدث وصلاة ركعتين بعد هذا الوضوء. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. رواه الشيخان. والدف هو الحركة الخفيفة. ومن الأسباب الأخرى للنجاة صوم يوم عرفة وعاشوراء. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. رواه مسلم. ومن الأسباب الأخرى للنجاة إقالة المسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته. رواه أبو داود وصححه الألباني. ومعنى أقال أي وافقه على نقض البيع وأجابه إليه. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يقيل عثراتنا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.